هذه نشرة الثامنة صباحا وفي عناوينها: إحراق آليات أمريكية تنقل معدات عسكرية ولوجستية بين السماوة والديوانية جنوب العراق. تحالف الفتح يدعو بغداد إلى تقديم شكوى للأمم المتحدة تدين اغتيال المهندس. كلامار للميادين: اغتيال سليماني قتل تعسفي، تتحمل مسؤوليته واشنطن. صدامات واعتقالات في تظاهرات في تل أبيب احتجاجا على سياسة الحكومة في مواجهة كورونا. أهلا بكم. استهدف هجوم نفذه مجهولون رتلا لآليات أمريكية بين السماوة والديوانية جنوب العراق وفق ما أفادت مصادر خاصة الميادين. ووفق المصادر فإن ثلاث شاحنات تحمل معدات لوجستية للقوات الأمريكية تعرضت لهجوم على الطريق الدولي السريع. بحسب المصادر فقد تم إنزال سائقي الشاحنات العراقيين ونقلهم إلى قيادة شرطة الديوانية قبل أن يتم إحراق الشاحنات بما عليها. ووفق هذه المصادر فإن صوت انفجارات سمع بسبب الذخيرة الموجودة على الشاحنات، وفور وقوع الهجوم بدأ تحليق الطائرات الحربية الأمريكية في سماء المنطقة. مع وصفه إدانة مجلس حقوق الإنسان للولايات المتحدة لاغتيالها الفريق قاسم سليماني بالتطور الإيجابي، دعا تحالف الفتح في البرلمان العراقي الحكومة إلى الإسراع في التقدم بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة معززة بالأدلة للمطالبة بإدانة واشنطن لاغتيالها أبو مهدي المهندس وشخصيات عراقية أخرى بطائرات مسيرة. دعا التحالف مجلس النواب إلى تأليف لجنة لمتابعة الإجراءات الحكومية والشكوى في أروقة الأمم المتحدة. كانت المحققة الأممية أنياز كالامار قد أكدت للميادين أن الولايات المتحدة فشلت في إثبات أن اغتيالها للفريق سليماني يحقق شروط تعريف الدفاع عن النفس، لافتة إلى أن واشنطن شوهت مبدأ السيادة. The United States and a few other countries have developed the concept of unable or unwilling, and they argue that whenever a third state is unable or unwilling to respond to a threat, then the United States has the right to intervene. That is not something that has been accepted at all by the international community. It's really just an American interpretation of international law. So what happened on January 3rd is both in keeping with an evolution that is very concerning, but it is also a striking development. Why? Because they targeted a state official. كالامار أشارت إلى حدوث عدد كبير من المبادرات الدبلوماسية بعد اغتيال سليماني، مشيرة إلى أنه لا يمكن استهداف مسؤول رفيع في بلد آخر على هذا النحو، لافتة إلى أن ذلك يعد انتهاكا لشتى المبادئ. Yes, I mean, I am, you know, I want to make it clear that the killing of General Soleimani was a significant development in international law and, of course, in international relations. And that if any high-level official of democratic, so-called Western countries had been targeted in that fashion, I think we can expect the country of that official to consider this attack as an act of aggression and as a declaration of war. There is very little doubt.
ثلاث سنوات مرت على تحرير الموصل من داعش والقوة الأبرز في أغلب معارك التحرير وكانت حديثة النشأة هي الحشد الشعبي. كيف هو اليوم وكيف تنفذ المهمات المنوطة به في مواجهة عودة خلايا داعش؟ عبد الله بدران. تحررت الموصل واستعيدت تل عفر ومسكت الحدود العراقية السورية في معركة شكلت فصلا من حرب طاحنة خاضتها القوات العراقية. كان هذا قبل 3 سنوات. يستذكر العراقيون اليوم هذه اللحظة كيف رفع العلم إذانا بكسر كامل فصول مسلسل داعش. هذا النصر الذي تحقق كان مثالا على قاعدة تحويل التهديد إلى فرصة. أي تهديد وأي فرصة؟ تهديد كان يمكن للعراق أن يكون بتاريخه الممتد لآلاف السنين في خبر كان وأن تتغير خارطته المعروفة إلى فرصة للحفاظ عليه وبثمن باهظ بعدما حدث ما لم يكن في حسابات مشغلي داعش أو المستثمرين في الخراب، عندما هب المتطوعون من كل أبناء العراق ليشكلوا نواة الحشد الشعبي. فمن يقف خلف هذا النصر الذي تمثل استعادة الموصل أبرز فصوله؟ وكيف؟ قاسم سليماني قائد قوة القدس يصل إلى بغداد بعد ساعات من انهيار القوات العراقية، انهيار أسباب بعضه مجهولة وأخرى معلومة، والأهم فيه انسحابات للقوات بلا قتال. بعد هذا التطور السريع يصل سليماني إلى بغداد برفقة استشاريين لبنانيين وإيرانيين ممن خبروا هذه الحرب. يكون في لقائهم أبو مهدي المهندس عراقي خبر الحرب، ليحسم الجميع خيار المواجهة بالاعتماد على الفصائل العراقية ومن سيلتحق بها من متطوعين، لتنطلق بعد ساعات من الانهيار والإحباط طلائع هذه القوات التي استعادت بدورها المباشر ودورها الساند ما احتله داعش. في الذكرى 3 لهذا النصر يعود داعش إلى العمل الأمني، عودة تشبه ما قبل الانهيار وفي غياب القائدين الشهيدين سليماني والمهندس، ما يطرح السؤال حول التوظيف الجديد لداعش وأهدافه. عبد الله بدران، بغداد، الميادين. وافق مجلس الأمن الدولي على قرار بإرسال مساعدات إلى سوريا عبر معبر تركي واحد بعد امتناع روسيا والصين عن التصويت. بموجب القرار مدد المجلس عمل المعبر لمدة عام واحد، وذلك غداة انقضاء أجل عملية إنسانية استمرت 6 أعوام بتفويض من المنظمة. صوت 12 عضوا في مجلس الأمن لمصلحة القرار، وامتنعت 3 دول عن التصويت لمشروع القرار الذي قدمته بلجيكا وألمانيا. أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن حكومته لن تستقيل، مشيرا إلى أنها تعمل بزخم من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين. وعقب لقائه مفتي الجمهورية عبد اللطيف دوريان، كشف دياب أنه التقى السفيرة الأمريكية ونقل عنها استعداد بلادها لمساعدة لبنان. حول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، شدد دياب على بدء المحادثات مع الصندوق عن الإصلاحات الأساسية المطلوبة والبرنامج الذي يجب أن يجري التوافق عليه بين الطرفين. في ظل الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، تطرح إيران تقديم مساعدات، وهي التي استطاعت تحقيق اكتفاء ذاتي في مجالات متعددة بالرغم من العقوبات الأمريكية عليها. ملحم ريا. 4 عقود من العقوبات الأمريكية على إيران لم تفلح في إضعاف اقتصادها أو إخضاع سياساتها. هكذا يتفاخر الإيرانيون عندما يشيرون إلى العقوبات الأمريكية التي حولوا تهديدها إلى فرصة، بل إلى فرص عديدة زراعيا وصناعيا ودفاعيا، حتى بلغت إيران مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجالات مختلفة، وهي مرحلة وصلت إليها طهران بشق الأنفس بلا شك، لكنها مستعدة لتقديم تجربتها للبنان كما يرى البعض. جمهورية إسلامية إيران قادرة على تقديم المساعدة في مجالات عديدة، منها البتروكيماويات والصناعات الغذائية والصناعات التكنولوجية. أما بالنسبة للطاقة والنفط، فإيران قادرة على مساعدة لبنان كما ساعدت فنزويلا لكسر الحصار.
استحدت إيران الولايات المتحدة وأرسلت سفنها إلى بحر الكاريبي دعما لفنزويلا، وهي جاهزة لتكرار التجربة مع دول أخرى ترزح تحت العقوبات الأمريكية ومن بينها لبنان. ما حصل مع فنزويلا سيحصل مع باقي الدول حتما كلبنان، والتعامل معهم لن يكون بالدولار إنما بالليرة كما أكد المسؤولون هنا، ويمكن أن يتم تبادل البضائع من دون الحاجة للنقد. فضلا عن الصناعات المختلفة والنفط التي يمكن لإيران تزويد لبنان بها بأسعار مخفضة، فهي قادرة كذلك على حل مشكلة الكهرباء بأسعار زهيدة قياسا إلى عروض الدول الأخرى. كل الدول التي خضعت للعقوبات والحصار بشتى أنواع كانت أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التحدي والصمود أو الخضوع والخنوع. اختارت إيران الخيار الأول ونجحت فيه، فأصبحت مهابة الجانب تغير الكثير من المعادلات. ملحم رياح، طهران، الميادين. مستمرون بتقديم نشرة الثامنة صباحا وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. الرئيس المالي يحل المحكمة الدستورية بعد تظاهرات تخللتها أعمال عنف. من جديد مرحبا بكم. اعتقلت الشرطة الإسرائيلية نحو 19 متظاهرا خلال احتجاجات اندلعت في تل أبيب على خلفية سياسة الحكومة في مواجهة جائحة كورونا. الإعلام الإسرائيلي تحدث عن مواجهات قاسية بين المتظاهرين والشرطة، تحطيم واجهات عدد من المحال والمصارف، وإحراق حاويات نفايات بحسب الإعلام الإسرائيلي. من جهته أعرب نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الأمن بني غانتس عن دعمه للتظاهرة، فيما قالت صحيفة معاريف إن ميدان رابين امتلأ بآلاف الإسرائيليين الذين أكدوا أن هذه مجرد البداية فقط. شدد قادة في المقاومة الفلسطينية واللبنانية وشخصيات داعمة للمقاومة على ضرورة التصدي بحزم لما سمي صفقة القرن وخطة الضم الإسرائيلية. المشاركون في ندوة عبر الفيديو تحت عنوان متحدون ضد صفقة القرن وخطة الضم أكدوا ضرورة تنسيق الجهود للرد استراتيجيا على المخططات الإسرائيلية. أدعو إلى بناء استراتيجية شاملة، إلى خطة شاملة لتحقيق الهدف المحوري لنا في هذه المرحلة. رأينا بأم العين وبالحقائق الملموسة أن مقولة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر سقطت منذ زمن. ليس هناك من أي رهان على وضع عربي، وليس هناك رهان على الوضع الأوروبي، ليس هناك رهان على الانتخابات الأمريكية. الرهان يبقى على الشعب الفلسطيني وعلى القوى الحية، القوى العربية الحية. مسألة الضم التي لم تنتهي، لكن إن انتهت، هل انتهت المشكلة؟ المشكلة بالاحتلال، المشكلة بانتهاء الاحتلال، كل الاحتلال. هذا الشعب ليس مستعدا للتنازل عن حق العودة وعن القدس وعن الثوابت الوطنية. لا يجوز أن ننشغل بأمور يلقيها الأمريكي والصهيوني هكذا لننشغل بها. يجب أن نركز على الخطة الأبعد، على التحرير. عضو المكتب السياسي في أنصار الله علي لقحوم أكد للميادين أن مبادرة الحركة بشأن الإفراج عن ضباط سعوديين مقابل إفراج السعودية عن معتقلين لحماس ما زالت قائمة. نحن قدمنا هذه المبادرة كمبادرة إنسانية وأخوية، يعني يطلق هذا النظام المجرم هؤلاء المعتقلين مقابل أن نفرج عن الطيارين ونفرج عن ضباط سعوديين، لكن النظام السعودي لا يستجيب لهذه المبادرة. لكن نحن اليوم بردنا الرسمي لهذه الرسالة التي تلقيناها من المكتب السياسي لحركة حماس، قدمنا موقفنا وجددنا موقفنا بأن المبادرة قائمة وأننا نطالب
النظام الإيراني السعودي بأن ينفذ هذه المبادرة. موقفنا ثابت وأننا مع القضية الفلسطينية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتنازل عن فلسطين وأن نقبل بما تعمله إسرائيل والكيان الصهيوني الغاصب بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وكذلك بحق المجاهدين. حددت القوات المسلحة الليبية بقيادة خليفة حفتر شروطها لإعادة فتح الموانئ والحقول النفطية. المتحدث باسم قوات حفتر أحمد المسماري أكد السماح لناقلة نفط واحدة بتحمل كمية مخزنة من النفط متعاقدا عليها قبل الإغلاق. أولا، فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية. ثانيا، وضع آلية شفافة وبضمانات دولية للإنفاق تضمن أن لا تذهب هذه العوائد لتمويل الإرهاب والمرتزقة وأن يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه وهو صاحب الحق في ثروات بلاده. ثالثا، ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية. أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بقادوم عدم وجود إرادة سياسية عربية لإصلاح الجامعة وتفعيل دورها. بقادوم ذكر بأن جامعة الدول العربية كانت أداة لتبرير قصف ليبيا عبر الناتو، مشيرا أيضا إلى إخراج سوريا من الجامعة برغم كونها دولة مؤسسة. هل الجامعة العربية تجمع العرب أو الدول العربية؟ لا. هل يمكن يعني الجامعة العربية، وأقولها كمواطن، هل يمكن الجامعة العربية تزكي قصف الدولة العربية؟ عضو. هل يمكن الجامعة العربية تطرد؟ عضو. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حاجة أكثر من نصف الشعب اليمني إلى مساعدات غذائية للبقاء على قيد الحياة. اللجنة أوضحت أن 66% من اليمنيين لا يملكون أي طعام، في حين يعاني 11% من سوء تغذية حاد. وأشارت إلى أن 64% من الشعب اليمني محرومون من الرعاية الصحية، لافتة إلى حاجة 58% إلى مياه نظيفة. وفي ظل مجازر التحالف السعودي بحق اليمنيين المستمرة منذ 5 أعوام، تعود مجزرة تنومة التي راح ضحيتها آلاف الحجاج اليمنيين إلى الواجهة. أحمد عبد الرحمن. 5 سنوات من حرب ومجازر التحالف السعودي في اليمن تذكر بأقدم مجزرة سعودية بحق الحجاج اليمنيين قبل نحو 100 عام في تنومة بعسير. أكثر من 3000 حاج يمني قضوا قتلا وذبحا في تلك المجزرة المنسية والمغيبة عمدا منذ نحو قرن. تعود اليوم مجزرة تنومة إلى الواجهة كأول جريمة إبادة في سياق العدوان السعودي المستمر على هذا البلد إلى اليوم. آل سعود في هذا الزمن يجب أن نعرفهم التاريخ بكل المعاني. عندما أقدموا على قتل الحجاج في هذا العام 1341 للهجرة، وتسلسل جرائمهم بحقنا كشعب يمني، بحق العالم العربي والإسلامي وبحق الإسلام. مذبحة ممنهجة لا تسقط بالتقادم، خطط لها رسميا من قبل حاكم نجد حينها عبد العزيز آل سعود، كما يقول الدكتور حمود الأهنومي في كتابه مجزرة الحجاج الكبرى، وهو ما يؤكده مؤرخون يمنيون وعرب، مؤكدين أنها مؤامرة بريطانية سعودية كان هدفها بث الرعب في أوساط المجتمع اليمني وكسر إرادته. فالمجازر التي ارتكبت اليوم ما هي إلا استمرار لمجزرة تنومة قبل قرن من الزمان والمجازر التي سبقتها. وقد أرسل أمير الدرعية في عام 1807 وفد إلى صنعاء يدعو أهل اليمن إلى الإسلام.
مجزرة تاريخية تؤكد بحسب باحثين يمنيين نزعة النظام السعودي الوحشية، وأن ما يحدث من مجازر سعودية مروعة منذ 5 سنوات ليس سوى امتداد لتلك المجزرة البشعة بحق حجاج مسالمين كانوا في طريقهم إلى بيت الله الحرام. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. أعلن رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا حل المحكمة الدستورية وإعادة تنظيم الانتخابات التشريعية في عدد من الدوائر التي شهدت فيها الانتخابات خلافا بين الموالاة والمعارضة. كيتا أعرب في خطاب الليلة الماضية عن أسفه لأعمال العنف التي عرفتها مالي خلال اليومين الماضيين، وشهدت محاولات محتجين السيطرة على مباني رئيسية من بينها البرلمان ومبنى الإذاعة والتلفزيون. أكد أنه أمر بفتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن إشاعة الفوضى في البلاد. وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قناعا للمرة الأولى في مكان عام السبت خلال زيارته مركزا طبيا، مذعنا للضغوط كي يكون مثالا في مجال الصحة العامة مع اشتداد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة. أثر ترامب داخل أروقة مستشفى والتر ريد العسكري خارج واشنطن وعلى وجهه قناع أسود اللون قبل لقائه جنودا قدامى مصابين. دعم الفلسطينيين في الأردن لمواجهة صفقة القرن تجاوز المستويين الرسمي والشعبي، ووصل إلى الفنانين التشكيليين الأردنيين الذين أكدوا وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني في وجه قرار الضم الإسرائيلي. لنا شاهين. حتى بالفن يعبر الأردنيون عن رفضهم لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. الفن التشكيلي جزء من كل المشهد الأردني. هنا تمتزج الألوان وتختلط وتجمع على أن فلسطين لن تكون إلا للفلسطينيين. البوصله الاولى للشعب الفلسطيني اكيد احنا هي القضيه الاولى والقضيه الام اللي بنضلنا ثابتين اتجاهها، والشعب الفلسطيني احنا دائما بنطالب بحقه، وهذا موقف المملكه الاردنيه الهاشميه وموقف جلاله سيدنا الثابت على اعاده الحق لاصحاب الحق اللي هم الشعب الفلسطيني. المرأة الفلسطينية وجودها هناك هو يعني خلينا نقول انتصار، وأي فرصة تتاح لنا إنه إحنا ندعم صمودهم أكيد ما حنقصر بفنوننا كلها. موضوع ضم الأغوار الأردنية وضم الضفة هذا موضوع كتير بهمنا وبهم كل إنسان عربي وكل إنسان وكل فنان تشكيلي. إحنا بلد وحدة بالنهاية. كجمعية بقاء عندنا فعاليات دائما مستمرة لنشر الثقافة والوعي الثقافي. احنا مع موقف سيدنا في انه ضد ضم الغور الأردن مع إسرائيل، فاحنا برضو هاي اشي بخصنا وبخص الأردنيين، وطبعا احنا كأردن أردن وفلسطين مع بعض وقضيتنا قضية واحدة. لانا شاهين عمان، الميادين. الى العناوين. إحراق آليات أمريكية تنقل معدات عسكرية ولوجستية بين السماوة والديوانية جنوب العراق. تحالف الفتح يدعو بغداد إلى تقديم شكوى للأمم المتحدة تدين اغتيال المهندس. كلمار للميادين، اغتيال سليماني قتل تعسفي تتحمل مسؤوليته واشنطن. صدامات واعتقالات في تظاهرات في تل أبيب احتجاجا على سياسة الحكومة في مواجهة كورونا.
لتفاصيل أوفى حول أخبار العالم يمكنكم دائما متابعة صفحات الميادين على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. شكرا للمتابعة، دمتم سالمين.